تستقطب استضافة كأس العالم أعين العالم بشكل كبير نحو البلد المضيف من حيث السياحة والتجارة الخارجية والوظائف وإمكانات التنمية الجديدة، ولكن هذا ليس مجاناً، فإنه يأتي بتكلفة باهظة على هذا البلد. بالنسبة لكأس العالم 2022 في قطر، والذي سيقام في الفترة من 20 من نوفمبر إلى 18 من ديسمبر، فإن الحكومة القطرية أنفقت ما يقرب من 229 مليار دولار، ما يجعلها أغلى تكلفة أنفقت لتنظيم كأس العالم على الإطلاق، وهذا يعادل 5 أضعاف المبلغ الإجمالي البالغ 48.63 مليار دولار، والذي تم إنفاقه على غيرها من النسخ من عام 1990 إلى عام 2018. ويمكن القول بأن هناك جوانب سلبية كبيرة للبلد المضيف، فقد يؤدي الإنفاق المفرط على البنية التحتية والملاعب إلى تعرض بعض الدول المضيفة للديون الهائلة، بالإضافة إلى العديد من الإنشاءات التي قد لا تفيد كثيراً بعد انتهاء تلك الدول من استضافة كأس العالم. كما يمكن أن تستغرق عملية استضافة كأس العالم أيضاً عقداً من الزمن، حيث يجب على أي بلد تريد الاستضافة تقديم طلب للفيفا يسرد الأسباب التي تؤيد اختياره من الناحية المالية، وكذلك كيف ستخدم استضافته في تحسين الانتشار العالمي للرياضة. تقوم الفيفا بتسجيل الطلبات وتصنيفها والاختيار بناء على عاملين رئيسيين، وهما البنية التحتية والنظرة التجارية، كما يتم تقييم 9 معايير أخرى على حسب مستوى الأهمية، مع اعتبار الملاعب هي العامل الأكثر أهمية، وكذلك الإعفاءات الضريبية تعد اعتباراً مهماً يمكن التعويل عليه، حيث لا بد من الدولة المستضيفة أن تقوم بتحويل الملاعب والأماكن المتعلقة بكأس العالم إلى مناطق معفاة من الضرائب. ولكن ماذا ستستفيد الفيفا من هذه المعلومة؟ هناك 3 مصادر رئيسية تجني من خلالها الفيفا المال خلال كأس العالم، وهي البث التلفزيوني ومبيعات التذاكر وعائدات التسويق، وكلها تذهب إلى التنظيم. كما أن هناك تمويل يخصص للدول المضيفة لتغطية النفقات الشاملة للبطولة، فمثلا بالنسبة لنسخة عام 2022 أنفق الفيفا ما يقرب من 1.7 مليار دولار لقطر، بما في ذلك 440 مليون دولار هي إجمالي الجوائز المالية للفرق. ومن المتوقع أن تحقق بطولة كأس العالم 2022 في قطر عائدات تبلغ 4.7 مليار دولار. تعتمد البلدان المضيفة على النشاط الاقتصادي الناتج عن البطولة لتوليد الإيرادات، حيث تحدث البطولة طفرة من السياحة والإقامات الفندقية وفرص العمل والمطاعم والمشاريع المحلية وغير ذلك. لكن بعض البلدان المضيفة التي لا تمتلك البنية التحتية أو الملاعب اللازمة لدعم أكبر بطولة كرة قدم في العالم قد تتحمل أعباء ديون ضخمة وتترك مع ما يسمى بالهياكل عديمة الفائدة بعد انتهاء البطولة. ولنأخذ البرازيل كمثال، حيث ارتفعت تكلفة كأس العالم 2014 هناك نظراً لاحتياج البلاد إلى بناء طرق جديدة وملاعب وفنادق، وتشير التقديرات إلى أنه تم إنفاق 11.6 مليار دولار على تلك البطولة، ثم تم استخدام ملاعب كملعب مينجارينيشا في برازيليا، والذي كلف بناؤه حوالي 1 مليار دولار كمستودع للحافلات، مما جعل بعض المتظاهرون ينتقدون الفيفا والمسؤولين الحكوميين المحليين قائلين إنه كان من الأفضل إنفاق تلك الأموال على الخدمات الاجتماعية للناس وليس على ملاعب كرة القدم. من ناحية أخرى، أمضت قطر أكثر من عقد من الزمن في التحضير لبطولة 2022، حيث أنفقت ما يصل إلى 500 مليون دولار في الأسبوع لتسريع الإنتاج، ومع ذلك فإنه قد تم تسليط الضوء أيضاً على كثير من الفساد، مما وضع عملية اختيار الفيفا دائماً موضع تساؤل. ففي عام 2015 تم توجيه لائحة اتهام إلى 41 من مسؤولي الفيفا بتهم الرشوة والابتزاز والاحتيال الإلكترونية وغسيل الأموال. علاوة على ذلك، في عام 2016 أبلغت منظومة العفو الدولية لأول مرة عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الضغوط التي كانت تتعرض لها العمالة داخل قطر للوفاء بالموعد النهائي لعام 2022. ومع ذلك ينظر إلى استضافة كأس العالم على أنها شرف، لأن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم بأغلبية تصل إلى أكثر من 5 مليارات مشجع حول العالم.
هذا التكريم سيذهب إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي ستستضيف كأس العالم المقبلة في عام 2026، وتعتبر الولايات المتحدة التي استضافت كأس العالم 1994 هي أكثر الدول التي استضافت تلك البطولة نجاحاً، حيث تمكنت من جذب أكثر من 3.5 مليون مشجع. من كل ما سبق يتضح إلينا أن استضافة هذه البطولة فكرة سيئة بالنسبة لبعض البلدان، والحقيقة أن بعض التقارير السلبية حول هذا الحدث العالمي قد تتسبب في توتر البعض وتكوين رأي ضده، لكن التاريخ يؤكد أن المشجعين سيستمرون في مؤازرة وتشجيع تلك البطولة مع الأمل والتطلع إلى فوز بلادهم باستضافة هذا الكأس والطموح في الفوز به. إذا أعجبكم محتوى قناتنا يمكنكم دعمنا أو الإعلان على قنوات متع عقلك عبر رابط ألفان لايك في الوصف أسفل الفيديو.